لماذا قال جل الله هذا اللفظ لا غيره؟ تعالوا نغترف معنا، وما المعنى سوى قطرة؟ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إنما قال يا بني إسرائيل ولم يقل يا قوم كما قال موسى، لأنه لا نسب له فيهم فيكونوا قومه. المصدر تفسير الكشاف للزمخشري. وفي تفسير الجلالين لم يقل يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة.